سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوا كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوا بالتحدي لا سوا حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل وسننها كثيرة منها فصل في سنن الصلاة وحين عشر كين إن شاء الله يكسبحنا صلاة أركانتا أما فرليضا أي لاذهي ee lagama maarmaanka ah oo sheekhu 17 faral buu ka soo dhigay ama 17 rukni ayuu ka soo dhigay maanta waxaynu cashirkeenan ku arki doonaa sunnayaasha salaada lagama maarmaanka u ah ee loo baahan yahay qofku inuu la yimaad salaada dhexdeeda wa sunnaruha salaada sunnayaasheedu kathiiratun way farabadan yihiin sunnayaasha ma dhamayn karne qayb kamida umbaynu soo qaadan منها وحكا مضى من تنوى تبعيديو وحي تلمام إيسا من تتبعيدي ديه برد إن بردنا لشيغ يو بردنا لغا آموسا يو عيي من تنوى تلمام إيسا منها وحكا مضى سنياش صلاة رفع اليدين لبضا قعمود أو كرلو تاغو أما كرلو قادو عند تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام كمارك الحران أيو الله أكبرت صلاة لغا حرانا لغو حرانا إيو الله أكبرت وإن قعمها كور لو تاغا وحال ديدين هاي أذيقو قعمها قول الله دانون هداد أفكا الله أكبر كتيرا هذا ويكو حرانت هاي صلاة دي ويكو جرتا صلاة دي لكن دي سنة كتكتاي قعمها كور لو تاغا يا مرك اللي نليه يهينا وإن ينان أفهمين قعمها إن كور سيدا لوغو تاغا إيو هداد الله أكبر كو حرانتو ويكون حرمي صلاة دي لكن أغوده شيء سيادة أباد لا تمد أما شيء سنة أهابا سيدي الله قلت لك ليس أنا هين أدخل تمد مبضلات دي كومي جرتو قعمه كر لو تاقا مبضلات صلاة كومي جرتو لكن سنة وحوة حاسدة قعمها وين قبلة قابلان قبلة لبدا هذا كف لبدا هذا قرباد هالك لبدا قرباد ويكو بيق ميان ولي من الصول كونا وحوكو بيق ميا دكتا شحمة الأذن كماشا ليلهدوكو بيق ميا saaso kale ugu beegmaya faruu kolka xagan iyagana hays eegsiinin oo sidaa ha u xidhan allahu akbar aan maxaan ku iraahdaa korna ha u taagin hoosna ha u jeedinin waa in sidaad u qiblada u qaabilayso iyaguna ay qiblada ugu jeedaan gacmahaagu ay gacmaha u jeedaan waxa kolka ila 10 sunne ila 10 qodob ayaa loo baahan yahay oo gacma kor u taagu ay leeyihiin 10 qodob كو وإن قعمها لفتو ذكر لو تاغا لبا وإن قعمه قبل ذا أجيدان صدح وإن قعمه فيذيهين إن دو دوبنين أفر وإن قعمها فروهو عن سالة يسكو أرانين أو يسكو عجيرين إيه متفرق لقرنك ومتفرق عادية سي عادية لاحظو وإن أفر إن شنبان دونيا وإن كفكو أو قربك أوكا لكو بيقمو walla sinnaado suulashani waa inay shaxmatul udunka oo kale ay iyaguna ku beegnaadaan farahan gacmaheena ku yaala waa inay dhagaha iyaguna a'la al udun waa inay dhagaha xagooga sare ay ku beegnaan kara kan markuu dhagta ku beegan yahay iyaguna way ka sarreyn ka yaadhayaan kafkuna garabka ayuu halka ku beegmaya todoba waa mas'ala khilaafiya ibn hajar iyo rimli ba isku haya mas'alada todobaad waynu iska dhaafi marka
المسألة السديدات ابن حجر يرمي لي بقى إسكوها إياه أو فراها يري هوري حقا هوس هو يرقى الله عاني مايا ويالا إسكوها إياه سنة ياشن هلك لغا قاتي اي رسمي غا اوئيه وحاوي صلو كما رأيتموني أصلي مركي لقيمي يحرد شاد الرسول صلى الله عليه وسلم ايا لوغا ذي انو قعماه كنو تاقي كور انو اكتاقي وحكالو لوغا ذي حلقا الله أكبر تأو بالله يأي قعان تاقيد انو وذا بالله ميسي وحل أقعد إن الرسول كجعمه سعينا وحكوا ضوبنين وحل أقعد إن حاجة قبل ذي أشيذين وهكذا أنت بيضنا على قاطي وحين صامرنا إمام الشافعي العراق مركو تجي لبضين إن إيه أبي حنيفة صاحب بضر هاين أبا يوسف إيو أيام مساجد أوصاق لي لبضع شيخ عيفنيان وحبرشون ودوني لبضع شيخين وكهله مساجد كمركو أوصاق لي إمام الشافعي ويرايو نيرقو إلى هاي وحبريبو أها سفر دير بو عراق أصوامري شيخي سي مالك أها أيا صهيدا سفر كاس وكو قليي كبهيي سفر كدعدوين بضن بو شافعي كسو قاطي لحدا مركو سي مريي رئيس لو كبيري رئيس لي بعدين عاك حيري وإمام شافعي مركو لنك عاك حيري أيو رئيس لي سو قلي نين مقالدن وكو يالا لغي يقانو مقع كله رئيس لي بشافعي كدل عرري كي كلو أيو ركال هذا كا حيري شافعي ودنا حيرا شافعي وحبا ما أرانا ويسكا سوغي إلا أنتو سوغنا ميساني يي واسفر كي عراق وكوتاك يي مركو سوغي أيو مركي دنبا انتي كالانا كحيري شافعي العقتي اللي سيني توكا بادن بوسيي وحيو كل واحد كلها يهي دادك غريبك سيدان هاو قليل دادك أذن قرانين سيدان هاكا ييلين بويري شاكيد يرو هايستي كورد أيو الميت قعمو إيوكو طلو قعمه أيو ميتكو دشيي 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 كي قعمها تولي أيا تيمي ديك نكا قرنقاي تي بذحنا واحد ماذا حاجة جوجل يكرنيك أي ماذا حاجة وحويين شافعي كمان حراقي وحبا ما أرن وحيل الحمد لله إلهي ما كوا في شيء وايا ودي نك نحك ما دورة جرنا يبو شافعي كهلا ماشى وحيل واحد أكتر هني واحد قرائن قرائن أنا هاي خط خيره وحلا جو قرصة بعض أنا رج تي خط كوا قيانا يو تواد بوها يو مرضو حطاي كامرتو هل كم بتكون توريسي إلا واحد صحي كره يما هينه أما واحد كمبيوتر كو قرر ندي بلا صحي يماها وواحد طورا يون واحد استريتان واحد يقول نجسي يونها يينا مرضو خدك كقدر نعين تنا واحد يجو وينيسي مسلم ويسيستين أنا هذا وقتها يو ويسدو يينا نبين عايرو سيدنا يلا هذا حكمة دام بوجين بك تلويا إمام الشافعي مساجد كي مركو صاقل أي صلاة حرني لبذين مساجد كتشوقي علم ضعها وأقانت أصادانتي قابك أحرني صلاة أي أقادنين أقان لينو ياي ونن كاير ونن أقان لبيدين وحويدينو صلاة محال لقو حرنا مركي أي كوي راهدين واجب إيالا بصنة أيو يري سؤاشنا ما كقدر نعطي جوابتن واجب إيالا بصنة واجب كوا الله أكبرتي لبذا الصنة كل كاقع عمت قعمها نكر لو قاضي أيام ذا كلابادنا دعاء الافتتاح وسننها سنياشا صلاة كثيرة ويفر بذيهين منها وحا كترسن رفع اليدين لبدا قعمود او كر لو قادو عند تكبيرة الإحرام تكبيرة لغو حرمان ايو اي صلاة لغو حرمان ايو اي تكبيرة الإحرام كاللي دامرك اللي سوو قادو ايا كر لو قاديو الله أكبر وقفك عرن ايا وسنن وعند الركوع مركا للركوع عيانا قعمها كربا لو قاضي الله أكبر با لعراني أذي قصد أنا أول مركا أتفعتي حالا ميسا يصورة دكتا ميسا الله أكبر ونن ميسد هو سفور رسل ميسد وإناد الله أكبر تناد قعمه كره دانا أذو قادا عند الركوع وحيلي قال الركوع عيو وعند الرفع مركا لغتو سيو إكر لوغك عيو منه الركوع عنا كربا لو قاضي اعتدال كما ركضوا سيسعة السمع الله لمن حمده أما ربنا ولك الحمد كربا ذو قاضي مركض لسي سجود يا اعتدال كاللغة سجود يكر لو قاضي مايو الله سمع الله لمن حمده يري أما ربنا ولك الحمد يري همودي مركض سي سجود يسا الله أكبر ناسي عرن مجر تمركعا وحوي مركض حرن يسيد يا مركض ركوع يسيد يا مركض ركوع دك توس يسيد يا أتعيات كهاري مركض كسو توس يسيد التحيات كهورة مركعة نمات كنا ما يسطو يتكسو كعيسيد نكر بعض القاضي وأفر تاجر وعند القيام تاجني ذا أكتيدا من التشهد الأول التحيات كهورة اللي يسكت تاجيو مركانا قعمها كربع لو قاضي أفر تاجر قعمها إن كر لو قاضا وصنة أفر تاجر با سيدا مركا لحرانا يو قعمها كيفية ذو أيهين بيهانا يان هذا بدت كأنه واحد كبضا مركز سمع الله لمن حمده لليه هي
أما ربنا ولك الحمد مركو قفوا ليه يهي قعمها سدوجي لهذا إن بضل محاين أقول بضل ربنا ولك الحمد إيه هذا دعي رعيك قصود عيسى القاضر إياه أما الله قبصنا إياه وما إيه ربنا ولك ضدك مين أساس يكون بضنين محالو بهي هي رفع اليدين قعمه وحي أوتشي هذا يعني مركي اللي حيدان أي حد أوتشي هذا يين مساسا إنه كل حيدان إني الله أكبر سابا كل حيدان إني مش أساس إنه كل حدا نيني ساس أو ماها قبل ذي نجعمه قابلان هذا مركات سمع الله لمن حمده لا يضحين وين قبل ذاك هو قابل سيين سمع الله لمن حمده ومن سننها سنياش صلاة وحكة ترسن ومن سننها سنياش صلاة وحكة ترسن دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح ليرا افرفر الشضاء دعاء ايا كترسن صلاة مركة أضحراتو دعاء الاستفتاح او كيفيو ينكل دودوان كسو أرورتي دعاء ايا الله إيماني كرن او قادي ميسي دي خوص ايا الله إيمان صلاة هدي جنازتها دعاء الاستفتاح ماله وحلينا أمريسي قود جنازة دي اللي ددتشيو دعاء الاستفتاح ونا وقت بيك هنقاضنا يسايد اللفتيدو كل كاس جنازة ده أو كله دعاء الاستفتاح يالن ما يسو لكن صلاة ذي كله وإن دعاء الاستفتاح أي نقول النماذ سكتوين باتشرة أما فاصلوين باتشرة أكلت نحن حيا مركز حيرتو فاصلة يرد دعاء الاستفتاح هذانا إكفاء واحد إلا كلا صار صارو عبادوين كواين إلا كلا صار صارو وندبضه أول يسكو ذي جلينين ومن سننها سنياش صلاة وحكا مذا دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح ليرا أياك مذا ووجهت وجهي للذي فضر السماوات أوكله دعاء إيا دعوينك كلا ألمتك نن أنقرنا يؤو وذاذا أيا مال مالمها كمذا دعاء سوء أخرية يي أنكنا حي أقوح أو أخرية يي وجهت وجهي للذي فضر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المسلمين هل كاس او كلي اي اهيدو هل كلي وما انا من المشركين انا وانا من المشركين وارن اد لوغ نحوي يا من المسلمين من المسلمين بارمرين يعني من المسلمين انا هدف في ليا وانا اول المسلمين وكاني قريا سماها صحوي أول المسلمين كاسان في لياني من المسلمين أي أهيد دعاء ولبنا دعاء دونية من المشركين بو هلك أخريي هلك كلا وما أنا من من المشركين وأنا من المشركين بو أخريي بل هذا وين يجينا ودعاء دعاء الافتتاح دعاء دعاء الافتتاح أبو النوع أخريي هذا دعاء الافتتاح أما تنها أهاتو أما دعوين ككلاء كيفيوين ككلاء أصوى أراريها النقطة دعاء الافتتاح بلينو قبهن يهي هداد إمامتهي وألقا قبهن يهي هداد مأمومتهي وألقا قبهن يهي هداد منفردتهي وألقا قبهن يهي هداد لبتهي وألقا قبهن يهي هداد ندكتهي وألقا قبهن يهي وحا هدبتش لها هداد مسبوقتهي مثلا دعاء الافتتاح نأضل إيمان إيسو قف كنا أو مسبوق يه صلاة الله جله الرئي قدر فاتح هذا أو آخرين كرا أو قرة هذا هيستو إمامك كوجارو دعاء الافتتاح ينكو بيرمها ويا إمام كي بكاه الركوع دارا هذا دعاء الافتتاح كوب بيرنو إمام كاه الركوع يه هذا كاه الركوع تيل الركوع ميسدة فاتح هذا دير دم يبان لجو أرن اللي قدر فاتح هذا لجو آخرية كسيو قاعدي ماشي هذا سو قاعد هذا تاجن تاعي ما هو هذا حرطه حرط شذا لقى قبل لا بيا قف بالقى يا بعدين تجيرة تاجي حريرة إيجو عمرك ركوع سو دوات رحده قال أورن ما يقصب نما أورن ما يفتح هذا اللي هو حلقى قبل لا بيا إدراج هل لقى صلاة عند قش حرطه أم بإدراج لقى قبل لا بي هذي مثلا قف هضبة فاتح هذا آخرين كرابة ودعاء الافتتاح كبيره ويسقط دعاء الافتتاح كتيرة وإمام كركوع إمام كله ركوع مايو وممنوع وايو قدر كي الدعاء الافتتاح أخري يسي دعاء الافتتاح الصنع آهي إذا قياس دي قياس ليك واجب كي أخري فاتح هذا كدب ركوع أنت إلا يقرت واجب كصو أخري وكدب ركوع ومن سننها سنياش صلاة وحكت كمذا
دعاء الافتتاح دعاء دعاء الافتتاح ليرا أياك مضى ثم تعوذ شيخ هل كان ثم أيوك يعني ثم إريقا هدب ثم وترتيب مع تراخية وحط الماما يا دعاء الافتتاح إيو استعاذة إريك له الرئيان دعاء الافتتاح له الرئي استعاذة أيانا دنبيسة ثم تعوذ ومغنقل إلهي لما غنقلو في كل ركعة ويصن وان الله سنية في كل ركعة ركعة كاستوى الله سنية إلا إرادي يدنا مصبوغ تهيمو ياري وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ركعة كاستوى الله إيمان كرن أقادي ميسي دي هوس آيات أوران صلاة الجهر بها أهات صدى صباح دا إيا مغرب كإيا عشائق أما سرها أهاتو هوس بعض أخري وحن دونينا هدب دعا دانا استعاذة لو يقانو يتعودك أو صلاة ركعتك ستل سنيي قفك تكري يوائنو أخريا تلو افتتاح إيضا ركعتك ستل ميال سنيي ميا وارك عدكو بادون تعودك نرك عدك ستوال لقو سنيي وايو تعودك وحالي نقو حري حليق قرآنك عن أخريينو آيات قرآنك أين أهيم حويري وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله مركة القرآن كأخرية يسو إلهي مغنقل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله مركة القرآن كأخرية يسو إلهي مغنقل كل هذا القرآن كمركة أخرية يسو إلهي مغنقل سو ماها آيات قل وحي يناهدين مركة القرآن كنما يسوون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتح هذا مرة ما يسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لي بعد الفاتحة أهاتو مكانك لأخريا يا وحنك قادر النبي هذه قراءة ذيبة ماضية وإذا قرأت القرآن مركز القرآن كأخري دو ها فاستعيد مركز مغنقل والله لي أبيبا وقراءة ذني ماضي ها أهاته ماشي أردت بأ أقدر أردت أي أقدر إريق أردت والله كما مرمان كلك وحوي مركز الدون يسين القرآن كأخري دو ها فاستعيد بالله إمام الشاطبي إذا قراءات كهذا توسبوب وعدي إلى أردت أقدر أنتهي إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعد جهارا من الشيطان بالله مسجلا أقول له إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعد أردت ذمح أوكا يعني إمام الشاطبي كتاب كيس مركو كهذا الله إنه إذا قرأت آيات معنين إياه قرأت هذا أردت بالوقت شيء إذا مركا مركا الدون يسأين هذا أخري ذو مقنقل هذا فاتحة أفرت الرقعات بوحي رباعي والله أخريا دي فاتحة كستبه إلهي مغنقل هذا وأعوذ بالله دي مركايو إلهي مغنقل ثم تعوذ وإن إلهي لا مغنقل وصنة ويصن والله صنة يا تعوذك في كل رقعة رقعة كست أيا الله صنين يا والأولى تهرئ رقعة كوباد أيا آكد آد إيا آد أؤضق إلا أخري أمل لو أدكيي رقعد كوباد أيال لأدكيي وينو هينا هلكا وقراءة سورة سورة إلا أخري أيال لسنية سورة با لأخري وحا سورة دا لأخري يا رقعدها أوردن ما أهي وحا ويكو جهري جاء هذا يتعي صباح ذا لبدي ذا رقعدات بوالا أخري مغرب كان لبدي سهرة بوالا أخري لبدا أقوه الرأي عشائق أنا والا أخري كو سرق أنا والا أخري كو قهري لبدا رقعدات يهري سورة بالا أخري أن فاتحة ذا أهين فاتحة ذا أنت إلا أخري يكذب أيا سورة لا أخري وايا فاتحة ذا ولا أخري يضوى الركني ما هصنة سورة فاتحة ذا كدام بيسا أخرين تلا أخري أيا سنة أمركا وبعد الفاتحة أما لب أهو أما ددق أهو أما إمام أهو أما مأموم أهو لكن هذه أد مأموم تهي إمامك مقليا قرضي إمامك فاتحة دون بتكد يسنيسا سيدا مثلا صباح ذا أوكال إمامك أقو أخري سورة لبعض بعد الفاتحة لكن أذيق أو مأمومه دي أخري ميسد فاتحة ذا واجبك أمرك هذا أخري ذا سورة ذا سنها واحد اسكقر في واجبك لاك صارا أو مرك قرآنك الله أخري يا إلهي محوين يلي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
إمامك هذا عياد مقليس هذا إمامك كور وآخر أيوه صباح ذي أيوه مغرب كل بدي سهرة أيوه عشاي كل بدي سهرة أيوه إمامك هذا عياد نجيسني لكن إمامك هو آخر أيوه كل كام مسألة ده سورة إمامك أيوه مأمومك هو يكون كلامريدين إمامك هو الله سنة أيوه مأمومك هو الله مسنة أيوه هذه صلاة وعيتها صلاة جهرية أو إمامك هو سورة كلا آخر أيوه هذا منفرد هايود كل ذا تهينا واض آخر أو فاتحة الدبديد سورة أيها لغو سنين وقراءة سورة سورة إلا أخريو أيها لسنية لغير المأموم مأموم كغير كيبا لو سنية السامع مقلية إمام كغير ديسة لغير المأموم وأيامر كمأموم كغير كيبا لبا وإمام كإيو إيو منفرد كلبا داسا لو سنية إني سورة أخريان إمام كيوم منفرد كبا سنة يقطعها يعني سورة ذاك على آخرين ما أموم كلفتي سواء الله سنة يا هذون السامعين هذو إمام كأجي سورة هوسس كأجي آخر استكور إمام كي صلاة الصبح كتوكين يجي أم بفاتح هذه هوس وآخرين دي صلاة كتشب ما يصو هذولا سورة دي كحيط هوسس كأجي آخرين تعدنا فاتح هذا هوس وآخر سورة هذا هوس وآخر إلى قراءة جيسين سامر كامي جرتي السامع بقى لجو قيدي مأموم كمر كان الله سنين وإنه مأمومك سامعي هاي إمام كيس دقيسين إياه وقراءة سورة سورة أخرين تيد بقى الله سنين لغير المأموم مأمومك غير كي أيا الله سنين مأمومك السامع سامع أها إير دقيسين إياه بعد الفاتحة فاتحة الدبديد أيا الله سنين هذا ترى سورة دبا أنه فاتحة أنكه الرئيسين او مركه هو فاتحة فاتحة آخرين ماي مركه هو سورة دانسي آخري مع عام ساك صلاة الصبح ده ترى إمامه هرت سورة ينوه الرئيسي كده من فاتحة كود ضمبة صلاة دو يكوتشري أو كابوري ميسو لكن سورة السنة هو معها فاتحة هرتين هل كائن لجليه سورة كله لما أقولا لكن مبطلات كم يشوف تدي وقراءة سورة سورة لأخريو أيا لسنية لغير المأموم قفك أن مأمومك أهين با لو سنية السامع مأمومك مغلي قراءة إمامك بعد الفاتحة تبعنا لسنية لكن قبل الفاتحة لما أقول سنية شيبا ينطرنين والجهر إنكر لو قاضو أيا لسنية في الصبح صلاة الصبح إنكر لو قاضو صلاة الصبح إمامك وإنو للجهر هضيت هاي فاتحة إيو هضيت هاي سورة دبا والركعتين لبضى الركعة ذود نحذو ذنا إلا لجهر أيال لسنايا الأوليين أغوهر هرهايا ومن المغرب مغرب كإيا والعشاء عشاء مغرب كإيا عشاء لبضو ذا الركعة ذود إيا صباح ذا أردن ولا لجهر إيا يا هضبا تلو لجهر إيا والله سنايا جهر إيا وللرجل ننكا ايو المرأة قبردبا ان لم يحضر هضينا حاضر اهين عندها قبرد اكتد رجال رق اجانب ششايا رق ششايئه هضينا ان انت اكتوغن كربي اسكاقا قادا هضي رق اجانبه اكتوغان عدك قوا عوره خوص بي اسكاقا دقي او لجهري ميسو مدى كلم مأمومكو لجهري ماي اسنا هذين نراهنو مأموم كره هل جهرو مساجد كونن باوضا قيلي ايا مأمومين تونن هذا اسكو وضا دران مأموم كل ما جهر ايو لكن مسألة وحجرت مذهب كو قابو او مأموم كو هدو مصبوق يهي امام كو او كبحو مأموم كو مصبوق يهو لجهر ايا هدو مصبوق يهي شرطيقا امام كو اياد رقعت كسو قاني امام كو رقعت ادلتو كني سيد لجهر ميسيد إمامك مركو كبحو رقعة الدنباد اسكو تاكتو أدقو مسبوق ما توقع لجهريسة مذهبكو مسئلة دا واقبا إساقو مأموم أيو لجهري هادو مسبوق يهي والجهر جهري بالله سنية في الصبح صلاة الصبح نحذي إذا إن للجهرو إيو الرقعتين لبضى الرقعضون الأوليين أغوهر هرية ومن المغرب مغرب إيو والعشاء عشاء للرجل ننك أيا لو سنية والمرأة قبرنا ولو سنية إن لم يحضر هذين حاضر أهين عندها قبرنا أكتيدة رجال رق هذين حاضر أهين رق أجانب أجانبك أمشي شيئك لأ
هدينا جيرين ساسا لو سنينيا waxa culimadu halka mas'alada ay kullay daabid ba jiro oo salaadaha waxa loo qaybiyaa layl iyo nahaari qaacida tirada wixii nahaari yihiina waa sirri wixii layl yihiina waa jahri salaadaha waxa nahaariga ah sida duhurki iyo casarki iyo kale sirri weeyo hoos baa loo akhriyaa waxa layliga ana sida magribki iyo cishaayiga iyo kale waa jahri halka qaacidada markii la sameeyay salaada subax baa la qiimeeyay salaada subax waa la jahraayay ma layli baa mise waa nahaari salaada subax iyadoo nahaariya ayaa haddana layliga lagu daraa xagga jahrka oo dawaa sunna in lala jahraa oo rasuulkay ka sugan tahay sallallahu calayhi wasallam oo la jahri jiray oo saxaabadu ay suurada ka xiftii jireen suuradu rasuulku akhriyi jiray salaada dhexdeeda waa la garanaya in lala jahrayay rasuulkuna wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli ayuu yidhi u tukada sidaadii aragteen anigoo u tukanaya waa daabid iyo qaacido aad u weyn weeye xadiidkaasi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada sidaadii aragteen anoo u tukanaya oo talow salaada subax sababta aan nahaari uga dhignay waa maxay waa layliba maxaa inoo diiday layli waxaa loo odhanaynin xil shareecada marka la eego sideeda salaada subax maalintay ku jirtaa oo qofka haddaad tidhaa salaada subax waa layli waxa ka dhalan inaad tidhaa ha layska suxuurto xilliga salaada subax la tukanayo ha layska suxuurto ilaa waa layli baa tidhi waa habeeni ha la suxuurto waa nahaariyo laguma ogola fajirku hadduu dilaaco inaad cunto la timaada laguma ogola waa nahaarigii kaana waxaynu ku haynsanaa sunnayaashii wa wadcul yumnaa midigta oo la dhigo ayaa la sunneeyaa wa wadcul yumnaa ayaa ka tirsan midigta dhigideeda ayaa ka tirsan calaa kuucil yusraa bidixda kuu ceega la saaro taxta sadrihi laabta welibana meel ka hoosaysa laabta meel ka hoosaysa halkaa sadriga ah meel ka hoosaysa eeriyada naaska u dhodhow ee maxaanku idhaahdaa wadnaha ku jira la yidhaa meelaha ayaa la saaraa labada gacmood ama la dhigaya qola waa kuwa laalaadiyaba gacmaha sii daayaba dee shiicada iyo guruubyo badan baa iyagu gacmahaba iska sii daystay oo laalaadiyey iyaga xataa dadan shiica ahayn baa sii daayay oo le ilaahay waxaan ishaaray bixinayaa gacmaha laalaadaayo ilaahay inuu dembiga sidaa nooga shubo sida gacmaha iyagu u shubmayaan ma arkaysa ma yidhaahdeen ilaahay dembiga sidaa ha nooga shubo qolana waxay yidhaahdeen may ee farta waxaa la saaraa meesha kuugu khatarsan haddii iminka dhagax lagugu soo tuuro halkeebaad gacantaad ku gabataasow ma aha hebel gacantu ku gabanay waxa weeye madaxa iyo meesha kugu qiimaha badan umaad gacanta u dhigi iyo indhaha iyo meelaha umaad sidaa odhani intaadii kaloo dhan gacanta ku qarin maysid warxubinka ugu muhiimsan baa gacanta la saaraayo bay qolana yidhaahdeen waxaanu qabnaa anagu cawrada ha la saaro markaad salaada ku jirto bartaa cawrada isay bay yidhaahdeenoo ilaahay halkaa noo ilaaliya dhaca qol iyaguna xaggaa aaday qolana waxay yidhaahdeen maya annagu waxaanu qabnaa bartaa hunguriga hunguriga agtiisa maad aragteen halkaa yar isqabo halkaa waa qiil oo talow yah yidhi sidaa bartaa yar isqabo waxay yidhaahdeen aayaddan qur-aankaanu ka qaadanaynaa ee ilaahay yidhi fasalli lirabbika wanxar waxay yidhahdeen fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuko wanxar isgawrac markaad tukanaysa isgawrac halkaawr isku dheg bay yidhahdeen salaamaad kolkaa eg waa qiil waxaasoo dhani ma jiraane waxaad qabanaysaa halkaa waa wadnaha xubinka ugu muhiimsani waa wadnaha eeriyadaasaa loo badiyaa rasuulku inuu gacmaha saari jiray sala allahu calayhi wasalam haddaba wa wadcul yumnaa baa sunnayaasha ka mida gacanta in la dhigo calaa kuucil yusraa bidixda kuu ceega gacanta in bidixda kuu ceega la dul dhigo halkaa kuuca kollay madhabkaa qaba laakiin mas'aladaa sharaxeega kutubta waaweyn baynu ku arki doonaa biidni illaah taxta sadrihi laabta hoosteeda ayaana la dhigayaa wa takbiiraatu takbiirooyin baa la sunneeyaa oo gayra takbiirati alixraam takbiirta salaada lagu xarmanayo aan ahayn takbiiraatu alintiqaal baa loo yaqaanaa guurguurida marka aad rukuucaysid dee adoo aamusan u foorarsan maysidee allahu akbar baad odhan ilindhagoolaa dadka ku jire dhagoole hadduu safka la tukan indhoole undheola dadka ku jira indhoole hadduu la tukanayo ododo aamusan u foorarsato sidee buu isna u yeeli daataagnaadun miya
الله أكبر تكبيرات الانتقال بلو يقانا وإعلام كا إيه إسكو حيدك صلاة أي غيب كتاعي صلاة إمام كا إيه مأموم كا أي إسكو حيدان سي عجيب أي إسكو حيدانيهين والله يا بيسا مسلمين تو نوع أي صلاة أو أغان واتبابر إلهي بينا تبابر أيا وحالينا بر أيا صلاة ديني أيا كلا دنبين كمارمي ويدي ولقول يا إمام سميسو إذنكم مأموم أهادا imaamka waxba kala horeynina eegbal hada walaayna tababaraya ma waxad u maleeyneysaa salaadeenii markay imaamka maarmi weeyday hawleheenii kale inay imaamka maarmayaan waa maya wa takbiiratu takbiirooyin baa la suneeyaa allati an oo gheyra takbiirati al-ihram an ahayn takbiirta salaada lagu xidhanayo takbiirta taa an ahayn ayaa la suneeynaa oo intiqaalkiya والقنوت قنوت بالله سنيا في اعتدال ثانيتي رقعد اللباد نحذيذ لقنوضه ومن الصبح صبح ضاء ايو في صائر المكتوبات صلاة ذها واجب كأي صوحر نحذوذ للنازلة مصيب مركة يتماضه ألاد باتمد أما أبار باتمد أما حنون بايمد وحيابها نوع عاس وكلاء ونازل لو يقانا هدي يمادين قنوط كاوا إن للي يماد ولمنا اعتدال كمرك اللي قتشلو أي قنوط كاللا إيمانا يا في اعتدال ثانية من الصبح رقعات كسدد صلاة اعتدال كيغا أقود ضمبايا ومباد الله إيمانا يسا قنوط كا هدب مذهب كوحو قاتي صلاة الصبح سيقود إلو اعتدالو صلاة الصبح هي ذا سيقود نازلة هي نازلة لأنتد إن صلاة الصبح لإعتدال أي مذهب قاطي صلاة هكالنا إن نوازل إيو مشاكل لغو حيرو أي مذهب قاطي سيدي رسولكم صلى الله عليه وسلم قبائل كي أهباري مركي قرادة أي لايين والقنوط قنوط أيال لسنايا في اعتدال ثانية رقعد اللبات نحذي ذا ومن الصبح صبح ذكاء هذي وفي صائر المكتوبات يصل هذا واجب كأنما أنت نحذو ذا للنازلة مصيبة أيانا الله سبحانه هذا ما للنازلة ذا هذه صبح ذا لو قدروا صائر المكتوبات كان لو قدروا مسألة ذو حوي مسألة ونا مذهبكم قبين مذهبكم ما قبصد نازلة ذا إلا مذهب لو قدروا صلاة الصبح مطلقا لكن صائر المكتوبات كا أيا للنازلة لو قيد إياه هل كان أي مذهبكم مري؟ وأنا أركي دورنا إن شاء الله كل يؤدي كتبت وين بينوغو إيمان ويقول وحو أرن في الركوع مركا للركوع سيها يقفك تكنيا سبحان ربي وحن نزهن ربي غي العظيم إيوينا وبحمده أنيقو حمده سيما هديسة كمرا إلهي ما نمهد نغيا سبحانه وتعالى ثلاثا صدح جير حداد أرن ويدبا وصن سيدا مذهبكم قابو او وحكا حمانا يا مجرو اجري امباك عدن ميا وفي السجود سجود نحذي ذروح اران سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي ربي اي ايان نزهن الاعلى اي اغسر ايي وبحمده اريغو حمده سيما هديسكو مران ثلاثا صدح جاربو ايضان سيدا اران ويضعو لغايا في السجود سجود ركبتيه لبدي سجلب ثم يديه هدنا لبضا قعمود ثم جبهته هدنا وجهيسه يو انفه صنكا شيخ مركه اد سجودايسو و خو كليه لبدا جليب وا ان اد هور دغتا هدنا لبضا قعمود وا اني مرتبه لباد غلان وجهي يو صنكو ما كلا هوريان iyaga laguma oranayo thumma jabhatu thumma anfu laguma oranayo jabhada iyo wajigu tartiib male ama sanku ha horta abto dhulka ama jabhadu ha horta abato ama isku mar ha taabtaan iyaga thumma la isku guma cadfayo mas'aladan kullay waa mas'alo khilaafi laakiin madhabku sidaru qaatay halkan inoogu qoran in lagu jilbuhu ay horeeyaan gacmuhuna ay dambeeyaan sababtan hadiis baa la isku hayaa qofka musalliga ee sida geel u fariisto oo kale yuuna u fariisannin kulka qolo waxa yiraahdeen geel wuxuu horeysiinaya oo loo jeeda waa kuwa hore gacmaha horeysiinin hadaba ee waa ina jilbaha horeysiisa ma yana kuwa dambaha horeysiinin baa la leeyahay tabel geel inuu eegina sida u fariisto ya garanay geel sida u fariisto
يا بحر هردقة البنوك هذه هردة هردة سواء هيك سواء هيك مرقس سنرك دون ناي أدوكو المهم حديث كان ماركيسين علمه حديث كان لفتي سأقوم بالله يسكوها يايو مذهب كوحو قاتي إن اللغه الله هردقة يو جلبها إن الله هردقة يو ونقعمها الله هردقة ينين مسألة ذو سيدة دانوة مسألة خلافية وي ويضع وحردقة يا في سجود حلق سجود ركبتيه لبدي سجلب أيو دقي ثم يديه لبدا قعمود باكو حيقي ثم جبهته وجهيس أكو حيقي وأنفه يسنكيس ويقول وحو أران بين سجدتين لبدا سجودات لحذودة هذا لبدا سجودات جلسة وفريسات أولا حيسا واركني دمعنين ذي واركني لكن قولك أياس معا وحو أران يا رب اغفر لي إله وإناف وارحمني إله وإن حريصو واجبرني إله وإيكب وارفعني إله وإكريال وارزقني إله وإيقو أرزاق وهدني إله يو إيهانوني وعافني إله وإعافي وعفو عني إله وإسكيك يعافي وتصن وحك الله صنع إياه جلسة الاستراحة فرق يري استراحة لو يقان إيهكتك أما النصيمها شيئية في الأولى رقعد كوباد إيهو ثالثة رقعد صدحات ومن غير المغرب المغرب أنا حين مغرب كغير كيا هي ده صباح ده رقعدة كوباد هي رقعدة صدحات جلسة يربها كجرت أو جلسة الاستراحة سجود مركات كصوت وسط هذا سجود سن أو سبحان ربي الأعلى وبحمده له الله أكبر نهار كرون حوسي كعين وين صوت وسط عيود إير جلسة يري الله تما دايود كدي بعد نسيك عدا جلسة الاستراحة وقرم لكن ورقعدة كوباد iyo ragcada saddexaad maxaa looga booday ragcada labaad waxa looga booday ragcada labaad atixiyad baa ku jira atixiyad baa ku jira oo jalsatul istiraaha ma aha tashahudka juluuskiisa baa galaya ragcada saddexaad magribka laga saaray maxaa magribka looga saaray ragcada saddexaad waxa looga saaray magribka de ragcada saddexaad waa atixiyadkiisa ugu dambeeyay isna oo jalsatul istiraaha iman mayso subaxda maxaa looga saari waayay oo iyadu ma yada ragcad saddexaad bale ilaa iyadu tii labaad bay ku eegtahay kulka waa saddex salaadood ayaa ragcada saddexaad jalsatul istiraaha ay ku jirtaa salaada dhuhur iyo salaada asar iyo salaada cishaa'i saddexdaba jalsatul istiraaha ku jirtaa wayusannu waxa la watusannu waxa la sunaya jalsatul istiraahati jalsada yar iyo fadhiga istiraaxada ee lagu hakado وفي الأولى تهره إيو وثالثة تصدحات كسوغان من غير المغربي مغرب غير كي مركيك آهاده ويصن وحك الله الله سنة إياه أتشهد الأول أتحيات ككوباد أيا سنة صلاة الصبح هل أتحيات بيلاده هاي سنة ماها كاسي لكن أفرتك لبا أتحيات بيلايهين كوغ كوباد با سنة ويصن وحك الله سنة إياه التشهد الأول أتحيات ككوباد إيو القعود فريسي له إساق الله فريستو إيو صلاة صل على النبي الرسول كالله صلي صلى الله عليه وسلم فيه فرد قاعد حديثة صدح قضب أو سنة أياها الكري نوغو جرى وأتحيات ككوباد أو سليس سنة أو والرسول كإن لغو صلي أو صلي قد أتحيات ككمدح بنايه رسول كصلي كالله صلي أيو أو قضب لبعض وفريسك الله فريسان يأتحياتك او قضب صدحات وفي القنوت قنوت كنحذي سنة رسولك وإن لغو صلي صلى الله عليه وسلم أتحياتك هورانا وان لغو صلي قنوت كمرك لغو جيرانا وان لغو صلي رسولك صلى الله عليه وسلم والافتراش وائس قوغلشو في جميع الجلسات فرنك استئو صلاة ايريد هوا إلا اس قوغلده وسيدو مذهب كو قاطي فديه صلاه او دن واد اسكوغلن او لوقتاد بيدخ ما كو فريسن افتراش يا اسكوغلش waxa way lugtaada bidix ku fariiso wa tawarruk wasin dul dhigid tawarrugu waxa weeyii lugta halka ka soo dhex dusiyo barida caadi ugu usaar dhulka oo barida ku fariiso ama sinta ku fariiso wa tawarruk waxa weeyii sin dul dhigid ayaa la suneeya fitashahudil akhir atihiyatka ugu dambeeya salaada subaxkeega ugu dambeeyo tawarrug baa laga rabaa salaada magribka ugu dambeeyo tawarrug baa laga rabaa
salaadaha oo dhan atixiyaadka ugu dambeeya atawarruq baa lagaa rabaa inaad sinta dhulka saarto wa tawarruku fi tashahudi alakhir wa yusannu waxaa la sunneeyaa fiiha salaada dhexdeeda nadaruhu ka tukanayaa inuu eego ilaa mawdici sujuudihi halkuu ku sujuudayo halka uu ku sujuudayo ayuu eegi waxay culimada qaarkood yidhaahdeen talo horta qofku intuu tukanayo halkuu eegaya qolo waxay yidhahdeen labada lugood dhexdooduna ha eego labadaada lugood ee adiga kugu yaala dhexdooda una eeg hoosu sii foorarso qolona waxay yidhahdeen may cirka iyo dhulku dhexdooda halka iska galaan ha eego qolona waxay yidhahdeen may halkuu ku sujuudaya ha eego qolka waad aragtaa sheekhu wuxuu qaatay waxaa lagaa rabaa halka aad ku sujuudaysid inaad eegto halka aad ku sujuudaysid bartaa ayaad eegaysaa waa mawdicu sujuud haddaad indhoole tahay oo tukanaysid halka sujuuddaada ku beegan unbaad eegi adna indhoolaa tahay salaada dhexdeeda indhaha in laysku qabtana ma ahaba dee indhaha haddaad isku qabato intaad tukanayso tilaa khushuuc bay ii kordhinayaan maya waxba indhaha ha isku qabanine adoo indhahaagu caadi yihiin halkaa eeg haddaad indhoole tahayna halkaa unbaad eegaysaa indhoole hadday madow tahay oodan waxbaba arkaynin halkaa unbaad eegaysaa hortaada wayusannu waxaa la sunneeyaa fiiha salaada dhexdeeda nadaruhu ka tukanayaa inuu eego ilaa mawdici sujuudihi meesha uu ku sujuudayo waalkhushuucu khushuucna waa la sunneeyaa khushuuc in qofku la yimaado oo qodobka ugu muhiimsani xuduurulqalbi uu yahay qalbigaaga oo xaadir ah salaada dhexdeeda oo qiradaada dhadhaminaya oo ducooyinkaaga dhadhaminaya oo maxaanku idhaahdaa taqsiirta aad la timid ka qoomamoonaya intaad salaada ku jirto oo xisaabtan kale iyo waxyaabo aad halmaantay oo dib ka xasuusanaysid iyo maxaanku idhaa waxyaabo kale qalbigaaga inaad ka ilaaliso walkhushuuc culimada qaarkoodna khushuucda waxayba ka dhigeenba sunnaha inay ka adag tahay waayo riwaayad bay ayay sheegeen inamaa ataqabalu salaata liman tawaaduca licadamatii waxay yidhahdeen salaada waxaan ka aqbalayaa oo qudhab uu ilaahay leeyahay qofka u khushuuca cadamadayda iyo weynidayda halkaas sida ibnu xajarka oo kale uu soo qaatay riwaayadda ayaa jirta laakiin ibnu xajar isagoo riwaayadda lafteeda iyo xadiidkaa warinaya soo qaatay ayuu haddana qabaa khushuucdu inay tahay wax kordhinaya uun salaada ajrigeega ee salaada sixadeedu inayna ku xidhnayn sixatu salaad kuma xidhna khushuucda waalkhushuucu khushuucda ayaa la sunneeyaa watadaburu lqiraa'a akhriskaaga inaa tadabur iyo fikir ula timaado ayaa la rabaa oo la sunneeyaa tadabur waxa weeye si ta'aniya ayaad u akhrii macnahana waad dheehan iyo wadikri dikrigaba inaad ku tadaburto dikrigaagana iyo ducooyinka iyo aad baad u dhadhamini macnahooga wa tadwiilu qiraa'ati ragcati ragcaddii qiradeeda in la dheereeyo ayaa la sunneeyaa al-uulaa koobaad ee ugu horreysay cala thaaniyana laga dheereeyo talabaad ragcadda koobaad iyo ragcadda labaad koobaad waa in la dheereeyo ilain dadkiibaa maqlaya meelo fogfog baa subaxdoo kale looga imanayaae thaaniyaday ka dheeraanaysaa laakiin koobaadku hadduu gaabto thaaniyaduna ay dheeraato ayaa la diidayaa ama ay silmaanba wa dukhuuluhaa waa inuu galo qofku salaada binashaadin firfircooni waa inuu ku galo firfircooni waayo ilaahay baa caayay qofka yidhaah salaad baan tukanayaa isagoo waxsanaya munaafiqiinta tilmaantooda weeyaanoo ilaahay baa yidhi wa idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaalaa marka ay salaada u kacayaan iyagoo isjiidayaoo waxsanaya ayay salaada aadaan laakiin iyagoo ku faraxsan oo mirqaansan ma aadayaan waa haddaba nashaad in lagaa helo oo ay kuu dhadhantaa salaadu wa faraaqi qalbin qalbigaaga oo faaruq ah oo wax kastoo ilaahay kaa mashquulinaya ka faaruq ah salaada waa inaad gashaa wa kasratu ducaa'i ducadana waa in la badiyo ayaa la sunneeyaa fii sujuudi sujuuda waa haddaad kelidaa tukanayso haddaad laakiin dad tukinayso dee dadka waxaa ka mida oday gaboobay iyo qof macaan leh iyo hooyo ilmo yar ka timid in waxa weeye kolkaa loo fudaydiyo ayaa layna amray wa kasratu ducaa'i ducadaa la badin
في سجود سجود دحديدة سنياشي صلاة شيخ وحيابها وكسو قاتي هلكا أي إنوغو إجيهين هلكا سو إنوغو شوغي دونا والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم.